بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. امبارح الحقيقة كان عيد الاستقلال في الجزائر الشقيقة. الحقيقة المساندة اللي شهدتها الجالية المصرية والبعثة المصرية في الأولمبياد أو أولمبياد البحر المتوسط أو دورة البحر المتوسط، الحقيقة مساندة جماهيرية كبيرة جدا جدا من كل الشعب الجزائري. أينما يتواجد أي حد مصري في أي بطولة من البطولات أو في أي لعبة من الألعاب اللي موجودة في بطولة البحر الأبيض المتوسط، كان الشعب الجزائر بالكامل كان دائما يكون حاضرا في مثل هذه المنافسات. فشكرا لكل الشعب الجزائري على هذه الحفاوة الكبيرة جدا جدا وهذه المساندة اللي احنا دايما بنشوفها من خلال زي ما حضراتكم شايفين تلاحم الشعب او تلاحم العالمين المصري والجزائري بهذا الشكل الرائع الكبير اللي دايما احنا داخل النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيبحث عن هذه الامور، بيبحث عن امور اللي بتبقى فيها دايما تقارب وانسجام مع كل الشعوب الحقيقة. والنهاردة او خلال العشر ايام اللي فاتت كان هناك تلاحم كبير جدا ما بين الشعب الجزائري وما بين البعثة المصرية المتواجدة هناك في كل الألعاب الحقيقة. فأنا الحقيقة بشكر كل القائمين أو كل المشجعين الجزائريين على ما حدث خلال هذه الفترة. شفنا عمر عصر لما كان موجود وشفنا كل المجموعة اللي كانت موجودة، كان دائما الشعب الجزائري يقف خلف البعثة المصرية ودايما ده اللي احنا كنا مستنيينه. الحقيقه النهارده كان نفسنا في كره اليد ان احنا ناخد الذهبيه، ولكن اتغلبنا في الثواني الاخيره. معرفش الحقيقه منتخب مصر فرط في الذهبيه النهارده في كره اليد، ولكن ان شاء الله القادم افضل. كل سنه وكل الجزائريين طيبين، كل سنه ودايما احبابنا واشقائنا واخواتنا، وشكرا جزيلا على المساندة الرائعة خلال هذه الفترة اللي كانت فيها دورة ألعاب البحر المتوسط موجودة في البلد أو بلدنا الآخر الحقيقة، بلدنا الشقيق الجزائر. شكرا جزيلا ليهم الحقيقة.